خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تاعكم. خوتنا شوفوا، اولا نحكوا على واحد الحاجه، كاين من داك كتبت شفتوا في الصوره المصغره تاع الفيديو منا معلومات لن تجدها في جوجل وكذا وكذا، كاين اللي زعما يعلقوا يجوا لي هكذا يبدا يقول لي زعما شغل شغل زعما يبداو يضحكوا، وانت هذه المعلومات منك تجي فيهم وانت فور وكذا. شوفوا خوتي، انا بالنسبه لهذوك اللي راهم يهضروا هذه الهضره، انا ما قلتلكمش انا فور، لكن كما يقولون عندي اسلوب، كما يقولوا عندي اسلوب تاعي الخاص هكذا خوتي، نمشوا به ونخدموا به. هذا مكان، وكما يقولوا لا خير في قوم لا يتناصحون هكذا خوتي. المهم انت تقدم لي نصيحه ونقدم لك نصيحه، وكما يقولوا يعني ويا عم الخير بيناتنا. المهم اليوم خوتي الموضوع تاعنا هو نصائح في كما يقولوا في المرحله هذه تاع انتاج الحسون هكذا خوتي. هذا النصائح تقدروا كما يقولوا بهم تفادوا اخطاء اللي راح تجنبكم، كما تقولوا تجنبكم ما تخسرش الموسم، ومت كما يقولوا ان شاء الله راح يصدق لك هذا الانتاج هكذا خوتي. اولا خوتي شوفوا، كلهم كما يقولوا تجربات راهم يصراو لي هكذا خوتي، وصراو لي من قبل. المهم كاين يجوا لي في الانستا ولا في التعليقات لاحظهم يقول لي عندي المشكل هذا، كاين اللي قال لي هكا، كاين اللي قال لي هكذا، انا سيت هذه سيت هذه ما كان والو. زعما دوك نعطيكم مثال باش تفهموا خوتي، زعما انت ما حبيتش تبيض ما حبيتش تبني العش، يا سخسيت كاين اللي يقول لي، واحد يقول لي اسمع بدلها، واحد يقول لي بدلها الذاكره، واحد يقول لي بدلها بلاصه. فهمتوا خوتي ابيفري؟ صح. شوفوا خوتي دوك نتايا، دوك نتا واش يقولوا لك تروح دير في الانثى تاعك هكذا. انا نهضر على الحسون خوتي، هنا الحسون حساسه بزاف. دوك نتايا تروح تقول لك لا دي ذاك الانثى عند الذاكره، ما ديش الذاكره عند الانثى، هذيك وهي طريقه كل واحد كيف يخدم. هو يجي يقول لك هكذا، انت راك مخلي الانثى في بلاصتها منها، ومن بعد تروح ترفدها تديها من هيك ولا تبدل لها، ولا ما على باليش انا واش ديرلها. فانتو خوتي ولا تغير لها الذاكره، ولا سم انت لهنايا العام الاول وهو الاستقرار ماكش موفروا ليها هكذا. كيما نقولوا من داك نشوفوا اناث خوتي جاهزة، جاهزة تتغرد مع الذكر كذا منا، لكن تلحق البناء العش ما تبنيش، تيزيتي كما نقولوا تتردد نبني ما نبنيش، الازعاج نقدر نكبر ولادي هنا. فهمتوا خوتي؟ لو انت تاع الحسون حساسة تما في هذا الوقت اللي رانا فيه، ماشي تاع تخلاط وتبقى تغير منا. انا قلت لكم خوتي من الاول دير ارسم كما نقولوا في راسك طريقة اللي راح تخدم بها. اخويا انا حالا جبت الانثى خليتها هنايا، وكما نقولوا في التجهيز دخلت مع الذكر وراني فاصل بيناتهم خلاص، راني حاط الذكر في غرفه الانثى في غرفه. المهم دير طريقه ما تبقاش غير تخلط انثى هذه، وكذلك عندي الانثى هذه نخدم بها مع الذكر هذا ولا الانثى. فهمتوا خاوتي؟ ما تبقاوش غير تخلطوا في الاناث. الحاجه الثانيه خاوتي نكملوا في هذه تاع مرحله بناء العش، مرحله حساسه حساسه بزاف خوتي. تجوز هذا المرحله خلاص خوتي كما نقول لك طمنت. شوف تجوز مرحله تاع بناء العش، تحط لك الانثى اول بيضه خلاص، ومن بعد دير واش تحب، خلط ترفد الانثى ما ترفدهاش. فهمتوا خوتي؟ خلاص ما نقولوا الانثى راهي اخذت القرار باش تنتج. لكن شوفوا خوتي نحكي لكم هذه، شفتوا الانثى اللي درت لكم فيديو عليها من قبل، شغل جهزت وحبت تبني العش، حطيت لها العش خاوتي، هاي غشتها ترفد في الخيوط الاولين هاكا وتدخل العش وخارجه. انا قلت والله غنسيي نحكم كيما نقولوا، ماكش اللي ميحبش يشوف هاد اللقطه. وانت تبني في العش منايا، جيت في الصباح هكذا راح نحط لها، حط تليفون فوق العش هكذا شنو مخبي شويه، هاي وصات طاح لي تليفون، كي طاح خبط في الارض منا انت تخلعت، اناث الاخرين تاني خلعوا. فهمتوا خاوتي؟ هاي وشنو والله غير حبست، ما شغل تدخل العش منا لكن ما شغل ما حبست، ما تربط في الخيوط كيما كانت. لكن انا جاتني عفسه في راسي قلت نجيب لها الذكر بالك شغل كيما يقولون. المهم فهمتوا خوتي كيما نقولوا كيفاش انت حساسه بزاف، ثم انت راح تدخل الغرفه عندها وما بلش تخبط كاش حاجه، دير كاش حاس الخطره الاولى هكذا، خطره الثانيه الثالثه تشوف باللي راهي تكرر الحاجه هذه ولا راهي الازعاج، وانت كما قلت لكم تتردد. يا ودي تكون جاهزه خاوتي، رانا نشوفوا فيهم اناث جاهزين، شوفها ترقص مع الذكر ديرهم كامل. لكن كما علاه من داك نقول لكم في الانثى
تغريد وكذا وهذا العمل لا علاقة مع الإنتاج، على هاي الأنثى جاهزة وترقص وكذا مع الذكر. من بعد كي تلحق الدقيقة الأخرى باش تحط البيض، والبيض راه في كرشها ومكتمل وما تحطوش خاوتي، تبقى تتردد تبني ما تبنيش، فهمتوا؟ نحط البيض ما تحطش حتى شهر 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 تلقى خرجت من مرحلة الإنتاج هذه، خلاص ما تحطش، فهمتوا خاوتي؟ ما تبني لك العشمه ولا بعد انت تبدا تخرب فيها كيما قلت لكم، تبقى غير تخلط في الانتا كذا كذا كذا. هيا تما خاوتي انا ننصحكم في هذه المرحله ما تخلطوش في الاناث. دوك نبتدي نكلموا على واحد الموضوع ثاني، هو كيما نقولوا متعلقين مع بعضهم، هو انك تدخل الغرفه تاع الطور تبقى تشوف فيهم، ماشي لازم تشوف فيهم كيما نقولوا مباشره، تدخل رمي عينك هكا، واش خاص ماكله، واش خاص ما خاص والو، خرج هذا مكان وانا من الافضل. قدموا لهم الاكل كما نقولوا في الصباح، ما تنساوش تدخلوا اليوم حتى العشيه. ونزيد لكم المعلومه هذه خاوتي، الطيور شوف الطيور عامه ماشي غير الحسون، ما يحبش كي تجي حي الرقدو، كي تجي حي الرقدو زعما خلاص بدا الغروب تاع الشمس، تو يبدا يحكموا بلايصهم واحد نص ساعه قبل ما يرقدوا هكذا، يتلقاهم ياكلوا يشربوا الماء بعد يحكموا بلاصتهم باش يرقدوا. تما لو كان تزعج الطيور في هذاك الوقت خلاص خاوتي، تما تزعجهم خطره زوج ثلاثه خلاص يقولوا لك ما هذاك هو الوقت اللي لازم تزعجهم فيه تاع تاع الرقاد خاوتي، على تما يعرفوا كيفاش يرقدوا كيما نقولوا الساعه البيولوجيه في راسهم وقتاش ينوضوا، فهمت خاوتي؟ تزعجهم في هذاك الوقت خلاص خاوتي، فهمتوا؟ هذه اسمها باش ما ننساهاش. والحاجه الثانيه قدموا الاكل الصباح، ما تزيدوش كاع تدخلوا ليهم، قد بيشتوا المناقص تبدلوا الماء بدلوا، ما تزيدوش الدخول يوم يقدر يحط لهم ماكله تاع يومين هكذا، ما يدخلش لهم مليحه ثاني. ونزيد لكم حاجه خاوتي، كاين بزاف نشوف مربيين هذه تاع يدخل يدو داخل قفص، دوكا خاوتي ما تزيدش تدخل يدك داخل قفص خاوتي. انا ما تشوفوش انا هذا الفيديو كان راني نديرهم، كاين لي فيديو هذو مقدم هكذا خاوتي، كاين لي فيديو قدام، وكاين كيما يقولون انا راني من بدايه هذو متعودين على التليفون متعودين على هذا، فهمتوا خاوتي؟ على التصوير فهمتوا، واش ما تشوفوش هكذا تقول لك هذا راه يخلط هنا، تما ما تدخلش يدك داخل القفص خاوتي، يدك داخل القفص خلاص، ما تقول لي ما ندخل الكودي ولا ندخل الاكل، ارمي لهم الاكل هكا دير لهم من تحت ما باليش انا طاسه ولا عفسه، اين ارمي لهم فيه الاكل الخضر ولا دير تاع الخضر وحده تاع التراب وحده هكذا. هذه هي خاوتي، تما هذه المرحله حساسه بزاف بزاف. كما نقولوا في هذه المرحله سي كيفاش تشد روحك، هذا ما كان ما تخلطش فيهم خاصه الانثى خاوتي، راه هي كما نقولوا هي الانتاج هي كل شيء، كان تزعجها منا حتبدا تدخل في هذاك التردد تاع ما نحطش البيض ما نبنيش العش، خلاص ما ادري في بالك بلي ما تبنيلكش العش وبعدا يروح لك الانتاج. تما كما قلت لكم خاوتي تبعوا هذه النصائح ان شاء الله، وكاش حاجه زياده واحد يزيدها لنا في التعليقات، وما تنسانوش بالضغط على زر الاعجاب، والسلام عليكم.